صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. بدي اتمنى لكم بهذا اليوم وبنهاية الاسبوع ومع اقتراب عيد الفطر كل الخير وكل البركة يا رب، واكيد كل شيء بتتمنوه وكل الرزق الحلو مبلشين معكم بصباحنا. ولكن بالاول بدنا نتشكر حرير بوتيك على العبايات الحلوين يلي قدمهم لمذيعات صباحنا خير، وبدي ارجع صبح عليك يا سلمى. يسعد صباحك عفاف، صباح الخير لكل مشاهدينا. طبعا هذا الخميس الاخير بالشهر الفضيل، بلشنا بخواتيم هذا الشهر وبنقول يا رب يكون علينا خير وبركه، واكيد اخره عتق من النار. نتمنى كل طبعا دعاوينا تكون مستجابه، والاهم يعم الخير والسلام على بلدنا سوريا. واكيد محطاتنا عديده ومتنوعه مثل العاده، ولكن خلينا نروح لفاصل ونبدا محطاتنا. لنا صباحنا معكم مشاهدينا، ولكن بالأول رح ننتقل لمجموعة من المعلومات الجديدة والغريبة وممكن نكون لأول مرة عم نسمع فيها ضمن فقرة هل تعلم. هل تعلم بأن الأشخاص الذين يتساقط شعرهم باستمرار يرجح أنهم يفكرون بسرعة ولهم معدل أعلى في المحاكمات العقلية، وبالتالي هم أكثر ذكاء من غيرهم؟ وهل تعلم بأنك عندما تكون حزين ستزداد الرغبة في أكل الحلويات كالشوكولا وبشكل لا إرادي؟ وهل تعلم بأنه نفسياً عندما تقرأ معلومة عن مرض معين ستشعر بطريقة أو بأخرى بأن جسدك مصاب بهذه الأعراض؟ وهل تعلم بأن كثرة تناول السكر قد تساهم في جعلك غبياً؟ وهل تعلم بأن العيون الزرقاء هي الأكثر حساسية للضوء، أما العيون السوداء فإنها الأقل تأثراً بالضوء؟ وأخيراً، هل تعلم بأن الإنسان إذا فقد 20% من ماء جسمه فإنه سيموت حتماً؟ أما هلأ عفاف رح نروح لتقرير الثاني، وهو رح نحكي فيه مثل العادة نرجع لروزنامة التاريخ ونقلب سوا بصفحاته لنتعرف على أبرز الأحداث يلي شكلت بتتالية حكاية اليوم. اليوم 4 نيسان بمثل هالتاريخ تسجلت كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم: بعام 1947 تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني. بعام 1949 توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن. بعام 1973 افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك رسمياً. بتاريخ 4 نيسان شهد هالتاريخ ولادة عدد من الشخصيات: بعام 1932 المخرج والممثل والكاتب الروسي أندري تراكوفسكي. وبتاريخ 4 نيسان شهد عدد من الوفيات، وكان أبرزها بعام 1968 مارتن لوثر كينغ، زعيم المطالبة بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964. كما يشهد تاريخ 4 من نيسان اليوم العالمي لزيادة الوعي حول الألغام الأرضية ومعارضتها ومخلفات الحرب. وأكيد مشاهدينا انتقلنا لفقرتنا الطبية معكم، واليوم رح نحكي عن مشكلة شائعة جدا بين الأشخاص، وخصوصا بخلال فترة تغيير الفصول وفصل الربيع والصيف كتير من الأشخاص ممكن يعانوا من مشكلة حساسية العين، وهي المشكلة ممكن يرافقها كتير أعراض ممكن تكون مزعجة وممكن تكون جدا مؤلمة بأحيان تانية. صحيح يا عفاف، ورح نحكي اليوم أكثر، نتوسع نعرف الأسباب وأيضا طرق العلاج، وهل هي مشكلة مزمنة، يعني كل تبدل ممكن هاي الأشخاص يعانوا من هذا الشيء، ولا ممكن يكون في طرق لتجنب الإصابة بحساسية العين وجفافة عند فصل الربيع والخريف. كل هاي الأسئلة والتفاصيل رح أكيد يجاوبنا عليها بالتفصيل الدكتور جهاد نويلاتي، اختصاصي في جراحة العين. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم
من عاد عليك المشاهدين عاد عليك ورمضان كريم ان شاء الله. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا يعني بصراحة. خلينا بالبدايه نتعرف بالاول على العين الحساسه اللي ممكن هي تتحسس من اي فصل تمام. او من اي شيء وبعدين ننتقل لحساسيه تمام. العين اللي هي بتصير بتبديل الفصول. رح نبلش بالموضوع انه طبعا ما في حدا منا معانا من موضوع تحسس العين هي نسبه حدوثه شائعه طبعا بترتبط مع تقلبات الفصول وقت بننتقل من البرد للصيف وبالعكس رح نلاحظ حدوث بعض الأعراض المزعجة. هلأ لنفوت لهالمدخل هاد خلينا نسميها هي التهابات الملتحمة التحسسية. شو هي الملتحمة؟ الملتحمة هي الغطاء الأبيض الشفاف اللي بيغطي كرة العين وطبعا ما عدا القرنية بيغطي بياض العين يعني وبيغطي الأجفان. هي طبقة رقيقة مكونة من بشرة ومن ألياف. هلأ هي على تماس مع الهواء المحيط فيها فهي اللي بتتعرف على الجسيمات المحمولة بالهواء وبتخلق لنا الحساسية بترتكس يعني بتعطي رياكشن خفيف بتصير فيها تفاعلات التهابية فبتزيد إفراز الهستامين فبتزيد الإفرازات المائية وبتبدأ الأعراض المزعجة. هلأ رح نصنفهم. هلأ هاي التهابات العين التحسسية أو التهابات الملتحمة التحسسية هي صنفين كبار ممكن هي تترافق مع التهابات الأنف يعني ممكن التهاب ملتحمة وأنف تحسسي تمام ممكن تكون التهاب الملتحمة مثل ما حكيناها مع القرنية يعني أول طبقة من العين. هلأ هدول القسمين الكبار. هلأ رح نبلش بأول شيء هو التهابات الملتحمة والأنف التحسسية. في منها طبعا بيكون طبعا هي تحسس لأي شيء محمول بالهواء اللي ملامس لسطح العين اللي بيكون من الجو المحيط. عادة هو ممكن يكون فصلي يعني ببداية الربيع والصيف خاصة ببداية الربيع وممكن يكون على طول السنة يعني هي السبب هو مواد محمولة بالهواء عم تلامس سطح الملتحمة وبتعمل لي التفاعل التحسسي بالملتحمة وبتبدأ الأعراض المزعجة اللي بيكون بالربيع غالبا بيرتبط بغبار الطلع تمام فأي تعرض لغبار الطلع بهي بفصول الربيع كتير من الأشخاص بيلاحظوا حدوث تحسس بهالفترة من السنة بتبلش بحكة بالعين طبعا بتبلش بمفرزات دموع زيادة مفرزات مائية شديدة حتى بتوصل من الأنف لأنه طبعا مخاطية الأنف تترافق بالالتهابات التحسسية باعتبار اتفقنا هو غبار الطلع بيمكن يلامس سطح الملتحمة وممكن يفوت للأنف فالآلية التحسسية نفسها موجودة هون فبترافقوا مع بعضهم. هاي الأعراض المزعجة بفترة غبار الطلع بتكون بموسم محدد من السنة وممكن التهابات الأنف والملتحمة التحسسية تكون على مدار السنة خاصة بنهاية الصيف. هاي بتترافق مع مواد يعني مع مواد اللي بتحسس بتجي مثلا طول السنة ممكن يكون هو عبارة عن العت أو عن حمى العلف في الأولى أو على مدار السنة. هي بتلاحظ بعض الأشخاص بيعانوا منها ما بتكون فصلية بتكون على مدار السنة طبعا بتختلف بمحرضات معينة بظروف الرطوبة يعني الجفاف الشديد وارتفاع درجات حرارة أكيد بتزيد. هي رح نفتنا بالصنف الأول. مثل ما حكينا الأعراض المزعجة رح نرجع نأكد عليها لأنه كل العالم رح تعاني منها ممكن تكون طبعا بيكون بالعينتين لأنه هي عوامل خارجية عم بتقرب على الملتحمة طبعا بتلامس العينتين وكمان بالأنف. الأعراض أهم شيء هو الاحمرار العين ممكن وزمة الأجفان ممكن مفرزات مائية خفيفة سيلام الدموع شعور بالوخز كل هالأعراض تحسسية. الحكي صحيح سيناء الحكي كثير مزعجة من الأعراض المزعجة. هلأ كل هالأمور هاي العلاجة طبعا يبدأ بالوقاية لأنه اتفقنا العلاج السبب هو شيء محمول بالهواء عم يلامس سطح الملتحمة وفوت للأنف فالعلاج يبدأ بالوقاية يعني بدنا نبعد عن الغبار الطلع قد ما بنقدر ممكن ارتداء نظارة شمسية ممكن الكمامات حتى ما يفوت باتجاه الأنف تغسيل بمي باردة أكيد وطبعا الاجتناب انه نطلع بالهواء وقت الغبره واللي وقت بيطلع خاصه الناس اللي بتعرف حالها اللي عندها بنيه تحسسيه فلازم تعمل الوقايه لانه متى ما بلشت الاعراض التحسسيه رح تكون في ازعاج شديد. هلا بس مع العلم هذول الاعراض كلهم هي اعراض مزعجه
بتؤدي الى عطاس، بتؤدي الى يعني بس ما في مشاكل حيويه عضويه شديده بتؤدي لسطح العين، عكس القسم الثاني اللي رح ندخل فيه اللي هو التهاب الملتحمه، تمام؟ مثل ما سميناها هي الطبقه الشفافه اللي بتغطي الاشفان وبياض العين، اسمه التهاب الملتحمه والقرنيه. هلا هون بتدخل عندي القرنيه، الكورنيا اللي هو اول طبقه كاسره للضوء بالعين. هدول غالبا يلي بنسميه الرمد الربيعي، عادة بيجي ببداية يعني عند الأطفال أعمار 5-6 سنين، بيستمر للبلوغ، غالبا نسبة شفائه تكون عفوية بعد سن البلوغ. بهالفترة بتكون في ذروة بالجهاز المناعي اللمفاوي عند الأطفال، فبيعطي تفاعلات مع العوامل الخارجية بطريقة شديدة، هذا اللي بنسميه رمد ربيعي. ليش بنحكي فيه؟ لأنه هون ممكن يؤدي إلى عقابيل خطيرة بتهدد النظر. أهم شيء هي القرنية المخروطية، باعتبار داخلت في القرنية نتيجة الحك المستمر ممكن يؤدي إلى إصابة القرنية بتمددات القرنية المخروطية. هو مرض بالحقيقة شائع عنا. الأعراض بين هذول الصنفين طبعا مشتركة، لأنه هي بالأخير أعراض تحسسية، اتفقنا هي الحكة، المفرزات طبعا بتكون العين حمراء، الجفن أحيانا بيكون أحمر، وزمة أجفان، قد بعدين من كتر ما منخرش العين بالحك أحيانا ممكن تيجي عندي التهابات جرثومية. يلي بيميز الالتهابات الجرثومية في حال حدوثها هي طبعا المفرزات الصباحية الصفراء مع يعني التصاق بالرموش الصباحي، هي يعني بتكون هي إصابات تحسسية، من كتر ما صار تخريش لسطح الملتحمة بالحك ممكن تؤدي التهابات جرثومية. بهالحالة طبعا بتزيد شدة الأعراض فبتصير مزعجة أكثر، فهون نحن بدنا نعالج الاثنين، الإنتان الجرثومي الثانوي اللي صار، طبعا الأصل التحسسي اللي لقاله. هلأ هدول الصنفين الكبار طبعا في تقاطعات كبيرة من الأعراض، والعلاجات بالحقيقة تبدأ بكلا الطرفين، هو تبدأ بالوقاية. أكيد. يعني دكتور حضرتك فصلت كتير وريحتنا من كتير أسئلة واستفسارات مثل العادة، بس في بعض الأشخاص بينصابوا ب يعني شكل آخر أو أعراض أخرى، اللي هو ما بيكون في سيلان، ما بيكون في بيكون في جفاف، بحس إنه العين جافة كل الوقت، بحاجة لترطيب، في حرقة بالعيون وخصوصاً بوقت الحرارة العالية مع بداية الصيف. هل هذا أيضاً نوع من أنواع الحساسية الموسمية؟ لا، هلأ هون أنت فتي على صنف تاني اللي هو التهاب العين الجاف، يلي هو طبعاً نحنا خلينا نحكي إنه العين فيها غدة دمعية وفيها غدد دمعية مساعدة، الهدف منها إفراز طبقة فيلم دمع بيغطي سطح القرنية وبيغطي العين من الدم. هلأ في بعض الأمراض تمام بتؤدي إلى أنه تكون سماكة فيلم الدمع الموجود دام سطح القرنية خفيفة، فهون بيعطينا شيء اسمه الدراي آي أو جفاف العين أو التهاب القرنية والملتحمة الجاف. هدول أعراضهم ممكن يختلطوا مع الأعراض التحسسية، تمام؟ في كتير شغلات مشتركة وفي شغلات مختلفة عنهم. هلأ الإحمرار العين غالباً بيكون مشترك بين الاثنين، بس في شيء بيميز هذا يعني نقطة علامة هامة، هو ما في سيلان، مو موضوع السيلان، موضوع الأعراض التحسسية غالبا المرتبطة بفصل الربيع رح تشتد وتطلع برا البيت، تمام؟ وتكون قاعد بالبيت ما في هواء، ما في غبار، طلع ما بتبلش عندي، مجرد ما طلعت بالطريق رح تظهر، هي أعراض تحسسية. بينما الأعراض تبع الجفاف العين رح تكون كثيفة صباحا، يعني من في الصبح مغمضين فترة طويلة مغمضة العين، بتكون مفرزات يابسة، بفي تشوش رؤية وفي إزعاجات، بيغسل وشه بيريح شوي بتتحسن الأعراض. هذا فارق بيناتهم، فارق كبير. السبب مختلف، جفاف العين اللي هو السبب الرئيسي ممكن نقص إفراز الغدة الدمعية لطبقات فيلم الدمع، وممكن أحيانا نتيجة يعني فيلم الدمع مو بس انه في نقص الافراز، ممكن في خلل بالانتشار، ومثل اللي بيصير عندي مثلا العادات طويله على شاشات الموبايل واللابتوب، يعني دائما وقت واحد بياكد فتره طويله بصير في عنده اعراض جفاف. اعراض جفاف مو نتيجه نقص افراز الغده الدمعيه، وانما من كثر التاكيد ومن كثر نقص الرفيف الاجفان. يعني نحن حركه التغميض والتفتيح هي رفيف الاجفان هو اللي بيساعد على انتشار فيلم الدمع على كامل سطح القرنيه.
فبيرطب سطح القرنية بشكل كامل. بينما وقت نقعد مثلا زي ما ملاحظة حالنا نقعد فترات طويلة تلاقي واحد عم يأكد ما عم يرف برفه بالعين. فهون بتظهر أعراض الجفاف اللي هي أحيانا بترافق مع دموع، بيقولك عيونه عم يدمع بس إنه حاسه ناشفين. تمام، هي لأنه ما انتشر فيلم الدمع قدام سطح القرنية. فهون فقال بدي أنا وازن ما هي أعراض جفاف العين أم هي أعراض التهابات الملتحمة التحسسية. طيب دكتور، قدي ممكن تكون هي المشكلة مشكلة الحساسية والأعراض المترافقة مع إن كان أوقات مؤلمة كتير، أنا عندي الحساسية فأوقات عيوني بيوجعوني كتير. طبعا. ممكن هي المشكلة تأثر على صحة وسلامة النظر؟ لا، مثل ما حكينا بالصنفين، بالصنف الأول اللي هو التهاب ملتحمة تحسسي خفيف، لا ما بيأثر على صحة النظر. هذا اللي بيكون ممكن يكون ببداية الربيع أو طول السنة. هدول أعراض مزعجة بس ما في لهم تأثير هام على العين، بس وإنما كتر الحك المستمر ممكن يعمل تخريش بالقرنية ونفوت بحلقة معيبة. فلذلك أنه بهذا الموضوع هو مزعج أكثر من أنه يأثر لشغلات بتهدد صحة العين. ممكن يصير في تغبيش كمان ببعض الأوقات، أحيانا بتكون الغباشة مؤقتة نتيجة نحن ما بننتبه على حالنا بنحكي كثير. هلأ كتر الحك أحيانا بتعملي وزمة خفيفة بالقرنية مؤقتة بعدين بتروح. بينما القسم الثاني هو الرمد الربيعي اللي هو التهاب ملتحمة والقرنية الفصلي الفيرنال، هذه اللي بصير عند الأولاد، هذا من كتر ما بيحكوا بتصير في عندي تخريش بالملتحمة، وإذا يعني بياض العين خاصة بالجفن وقت نقلبه ملاقي فيه مثل حليمات تحسسية كبيرة هي بتخرج سطح القرنية، هذا ممكن يؤدي لإصابة القرنية. هون هذا الموضوع بده تدخل، أحيانا نعمل عمليات بسيطة لهالأمور عشان ما تتطور عشان نحافظ على سلامة القرنية. تمام. بينما الموضوع التحسس الفصلي غالبا هو ما بيؤدي لمشاكل كبيرة بس هو مزعج أكيد. أكيد. دكتور بقيان معنا دقيقتين تقريبا، خلينا نحكي سريعا أبرز العلاجات بهذا الموضوع، وهل هي علاجات دائمة؟ يعني نوصف مرة أنه معناته هو بيصير كل سنة بيكرر الدواء أو لا؟ هلأ رح نبلش بالنسبة لنا، بالنسبة للموضوع التحسسي نص العلاج هو الوقاية، نصه أو أكثر. رح نبلش بهي النقطة. الوقاية كيف بتكون؟ تجنب الغبار الطلع اللي بيعمل تحسسات. هذا اللي شرحنا. تمام. خلينا ندخل بالعلاجات الشغلات الدوائية. حكينا على الوقاية، العلاجات الدوائية. العلاجات الدوائية هي بتركز نحو الأعراض. يعني أنا في عندي أول شيء بلش ممكن بلش بأطرات ترطيب. تمام. أطرات الدمع الصناعي باعتبار بتغسل سطح القرنية فبتغسل العوامل الملامسة للملتحمة، وممكن الأطرات الموضعية هي مضادات الحساسية الخفيفة يلي ممكن أنا أوصفها لأي شخص من دون ما أعمل بدون ما أقول له راجع طبيب العيون تبعك. هي أطرات مرطبة، أطرات مضادة للحساسية أنتيهستامين، هدول ما فيهم مشاكل كبيرة. ممكن يترافق مع حبوب منع تحسس الزمر كلياتها اللي بنعرفها خاصة وقت بيترافق مع سيران بالأنف، فأنا بدي أعطيه أطرات وممكن وصل يعني حب للحساسية. هلأ قسم تاني وقت تكون الأعراض أشد بدي فوت موضوع الكورتيزونات اللي هي الستيرويدات كلياتها، هي بتعطيني راحة أكثر. تمام. وإنما هي بدها استشارة الطبيب لأنه بدها فحص لسطح العين قبل ما فوت فيها. يعني العلاجات ممكن مضادات تحسس قد نصل للكورتيزونات. بالنسبة للشيء الدائم اللي أنا ممكن أنا أوصفه للمريض اللي بيعاني كل بداية فصل ربيع هي مضادات تحسس مع المرطبات، بيقدر يبلش فيها. إذا فشل في السيطرة عليها لازم تكون زيارة طبيب واجب. أكيد. بالختام دكتور بدنا نتمنى السلامة للجميع ولك. أكيد بدنا نتشكرك، كنت معنا اليوم دكتور جهاد نويلاتي اختصاصي بأمراض العين وجراحة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. رمضان كريم، يعطيكم العافية. مشاهدينا مستمرين بصباحنا ومحطاتنا، رح نروح لنحكي أكثر عن الخير بشهر رمضان المبارك. تماما يا سلمى، قد اليوم ممكن يكون فعل الخير له انعكاس على وجودنا وأثرنا بالحياة؟ قد حلو اليوم نزرع الابتسامة ونكون بلسم على وجوه كتير من الأشخاص وخصوصا بهذا الشهر الفضيل. أكيد كل شيء، ما في يعني مقولة أبدا ما ثبتت أنه فعل الخير هو مرتد صدى لنا، واليوم وخصوصا بهذا الشهر لازم ما نستنى مقابل ولا نستنى أنه يرد هذا الفعل الخير لنا. نعمل خير لأنه أكيد انعكاسه وصداه رح يرجعنا بيوم من الأيام. أكيد يا عفاف، مثل ما بنقول دائما نقطة بتبلش صغيرة وبتكبر وبتكبر تماماً لحتى تصير فعل
الكل يتشاركوا. واليوم رح نحكي عن طبعا اتحاد الجمعيات الخيرية والحملات التي قاموا فيها خلال شهر رمضان المبارك، جهود متواصلة. كل طبعا شهر رمضان بيكون لهم بصمة خاصة أيضا خلال الأيام العادية، خلال الزلزال وغيرها من المناسبات كانوا حاضرين وبقوة وجهودهم فاعلة على الأرض، واليوم هن جزء من تشارك التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لنضيء أكثر على تفاصيل حملات شهر رمضان المبارك، بيسعدنا يكون معنا الأستاذ ساري سيروان وهو رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية. يسعد صباحك أستاذ ساري، ينعاد عليك رمضان كريم. اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير، وصباحكم ان شاء الله صباح خير وتفاؤل وفرج قريب للبلاد والعباد، وشكرا لكم دائما على اضاءتكم التي تكون قريبه من الناس وقريبه من المجتمع الاهلي بشكل عام. صباح الخير استاذ ساري، واهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نتعرف من حضرتك، كيف تم تفعيل الفعل الخيري لليوم خلال هذا الشهر الفضيل، خصوصا انه اليوم ممكن اي حدا يساعد او يعمل خير حسب مقدرته، يعني كمان من ناحيه ثانيه ما في ضغط على اي حدا. الحقيقه يعني شهر رمضان المبارك دائما له خصوصيه خاصه، وخصوصية شهر رمضان تأتي من خلال يعني ما هو عليه من فعل الخيرات ومن ما تقدمه بشكل عام أغلب الناس من الطعام ومن الشراب ومن المال ومن المساعدات كلها بشكل عام، فهو شهر جبر الخواطر حقيقة. لذلك يعني من هذا المعنى ومن معاني الشهر الكريم، قبل رمضان بحوالي أسبوع أو 10 أيام كان هناك لقاء كريم لسيدة الياسمين السيدة الأولى السيدة أسماء الأسد مع حوالي 50 جمعية من محافظات القطر بشكل عام ومن دمشق أيضا بشكل خاص، متنوعة هذه الجمعيات ومتنوعة الأطياف ومتنوعة الخدمات، وكان حقيقة لقاء مطول حول رمضان. طبعا كان اتحاد الجمعيات الخيرية حاضر في هذا الاجتماع، وكان التأكيد الكامل من سيادة السيدة الأولى على بذل ما نستطيع أكثر وأكثر في رمضان لخصوصية رمضان ولشدة الحاجة حقيقة. يعني لا يخفى على أحد اليوم الوضع الاقتصادي من خلال الحصار الاقتصادي، من خلال أزمة الحرب الكبيرة التي عاشتها سوريا، والآن حرب إنه آخر هي حرب الاقتصاد والحصار. لذلك كان التوجيه من سيادتها في بداية يعني حديثها عن التعاون فيما بين الجمعيات مع بعضها البعض وبذل الجهد الأكبر لرمضان فقط. طبعا هذا الاجتماع ايضا يعني تعرضنا فيه لكثير من الامور التي تتعلق باداء الخدمه من حيث الايجابيات ومن حيث السلبيات. وبعد يعني هذا الاجتماع اطلقت حملات كثيره اطلقتها وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، منها ما تفضلتم في بدايه اللقاء حمله التشارك بالخير، وايضا يعني اطلقت حملات اخرى ليكون التعاون اكبر من عده مبادرات، منها مبادره اهل الشام التي تعنى بريف دمشق بشكل عام. كل هذه المبادرات تصب في تقديم ما تستطيع هذه الجمعيات الى الاخوه المستفيدين من هذه الجمعيات ومن بعض الإخوة الذين فقط يأخذون في رمضان. طبعا تقديم السلة الغذائية كان على رأس هذه الأولويات، تقديم إفطار الصائم الذي يعني هو له حقيقة تميز في يعني سوريا بشكل عام. وأنا أريد أن أقول مهما غلت الأسعار، والأسعار اليوم شيء فلكي حقيقة نتيجة ما ذكرنا، لكن أنا أقول نحن اليوم على مقربة يعني من خواتيم شهر رمضان، أقول حقيقة ما يقدم من أنواع الطعام الجيد
وما يقدم من تنوع الطعام، ليس فقط يعني من لون واحد أو لونين كما هو قد يكون سائد أحيانا، لا أبدا، إنما هناك تنوع في تقديم هذا الطعام له أكبر دليل على بركة سبحان الله رمضان وبركة سوريا وبركة الشام يعني التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها. لذلك من خلال هذه الحملة أسس جروبات كثيرة، هذه الجروبات بشكل يومي كل حملة ترسل على هذا الرقم ما يعني قدمت في هذا اليوم. يعني أنا أنظر من خلال الواتساب أو من خلال المتابعات، ومن خلال المتابعات الميدانية شيء عظيم جدا. بالنسبة لاتحاد الجمعيات الخيرية طبعا هو كاتحاد ينبغي أن يكون له ربط مع كل الجمعيات التي يعني لها فاعلية على الأرض، وهناك جمعيات ضعيفة، يعني ليست كل الجمعيات تؤدي بمستوى واحد حقيقة، لا، هناك مستويات كثيرة حسب قوة هذه الجمعية من خلال أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة العامة فيها. لذلك سعى اتحاد الجمعيات الخيرية إلى تأمين سلال غذائية للجمعيات البعيدة، لأن اتحاد الجمعيات هو دمشق وريف دمشق، ليس فقط دمشق، فهناك جمعيات في الريف البعيد قد تصل أحيانا إلى يعني أماكن بعيدة جدا، لا تستطيع أن تؤمن كل ما سجل لديها من مستفيدين على كافة المستويات. كان بفضل الله عز وجل دور كبير لاتحاد الجمعيات في تأمين عدد من السلات. طبعا اتحاد الجمعيات من أهم مشاريعه هو صندوق العافية الذي يعنى بالمرضى الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. نعم، خلينا ندخل بس بتفصيلة معينة. حضرتك ذكرت بالبداية أنه أنتوا كاتحاد جمعيات أصلاً بتشبكوا جمعيات مع بعض. اليوم نحن عنا تشارك كم ينصة، وأيضاً برمضان عنا حملة تشارك الخير اللي هي تسعى لتنظيم الجهود. خلينا نحكي عن نتيجة تنظيم هاي الجهود خلال هذا الشهر، شو اختلف عن ما قبل ما يكون فيه تشارك الخير؟ توحيد الجهود دائماً والعمل الجماعي هو العمل الناجح. عندما تكون هذه الجهود من خلال المنصة ومن خلال خصوصية رمضان تكون النتائج أفضل على الأرض، تنظيم العمل، تنظيم التوزيع، الاستفادة من خبرة ناس لهم باع أكثر من غيرهم في العمل الخيري على كافة المستويات، سواء حتى على تقديم السلة. السلة الغذائية اليوم ينبغي أن تكون سلة مدروسة بشكل تخدم الفقير، خليني أقول بشيء في شيء ناحية اقتصادية، وتكون له مدة معينة من الزمن يستفيد منها أكثر. موضوع التشبيك ما بين الجمعيات وهذه الحملة التي تفضلت فيها كان لها أثر كبير بتقديم عدد أكبر من إن كان الوجبات أو السلال. طبعا يمكن في جمعية بتدعم بالسلة، جمعية تانية بتدعم بالمواد، جمعية بتقدم ألبسة مثلا، في جمعيات تقدم ألبسة، واليوم في جمعيات تطورت حتى في موضوع يعني في جمعيات اليوم من خلال هذه المنصة رأى بعض الذين لا يعملون على هذا المستوى ما تقدمه هذه الجمعية. مثال، هناك بعض الجمعيات تقوم بتقديم كوبونات لمستفيدينها، قيمة هذا الكوبون مثلا 500 ألف ليرة سورية، يذهب إلى متجر متفق عليه من الجمعية، يدخل كأي مواطن يريد شراء طبعا بالسعر المخفض جدا جدا، ويدور هذا المستفيد في هذا المتجر، في هذا السوبر ماركت، في هذا المحل، يأخذ الحاجة التي يريد، وقد تكون هذه الحاجة ضرورية بالنسبة له أكثر، ويشعر ب يعني كرامة أكثر عندما يأخذ هذه الاحتياجات تماما. أيضا موضوع الألبسة، يدخل إلى محلات
أي هذه المحلات تبيع المواطن بشكل عام يدخل، فهو بنفسه يأخذ من خلال هذا الكوبون الذي يحمله، هذا الكوبون له قيمة مالية. طبعا في نسبة معينة كبيرة من هذه الألبسة الجديدة طبعا موجودة، ليست الألبسة الفاخرة جدا، كي يستفيد من يعني القيمة لا تكون عالية جدا. هذا تطور، وهذا التطور ينبغي أن يكون دائما في عمل الخير. يعني ينبغي أن نخرج عن الشيء النمطي الذي يقدم منذ مثلا 30 أو 40 سنة. نحن بالنسبة للعمل الأهلي، هنا أريد أن أذكر شيئا مهما جدا، وهذا يعني وهذا مما دائما أذكره، بداية الحرب التي نسأل الله أن لا تعود، وأن يعني نحن إن شاء الله نتطلع دائما إلى أنه تكون سوريا أفضل وأفضل وأفضل. كان هناك كلمة للسيد الرئيس دكتور بشار الأسد، وكانت هذه يعني في بداية الحرب مطمئنة أنه سوريا الله حاميها، وحقيقة سوريا الله سبحانه وتعالى حماها رغم ما الجراح ورغم الآلام ورغم ما جرى ورغم ما يعني يكون الآن من حصار اقتصادي، لكن هذه الأزمة جعلت السوريين في عمل الخير يقدمون يعني أنواع جديدة حسب معطيات الحاجة. منها مثل هذه الأيام في السنة الماضية كان الزلزال، والزلزال شيء جديد على سوريا، يعني منذ 200 عام لم يأتي الزلزال. بفضل الله عز وجل بهذه الجهود التي يعني كانت في بدايتها، أسس في اتحاد الجمعيات الخيرية بعد الزلزال بساعات بسيطة غرفة عمليات، وهذا شيء جديد على العمل الأهلي. هذه غرفة العمليات خرج من خلال تنظيمها اليومي في اليوم الثاني تماما من الزلزال إلى 3 محافظات مهمة، حلب واللاذقية وحماة، خرج مساعدات بكميات هائلة جدا. عندما يعني كان تحت رعاية وزير الشؤون السيد المحافظ وما إلى ذلك، يعني حقيقة كان شيء يعني يرفع الرأس عاليا، أنه في ظل الظروف الصعبة عند التجار، عند الصناعيين، حتى الجمعيات الخيرية كانت على مخربة من رمضان. عندما تكون الجمعيات في هذا التاريخ تكون الصناديق لديها فارغة، لكن هذا التشارك وهذا التعاون ما بين الجمعيات جعل العطاء يستمر ويستمر، حتى وصلنا يعني إلى حتى في أيام رمضان في مراكز الإيواء التي كانت في هذه المحافظات، وصلت نقول المساعدات إلى حد كبير جدا، حتى أن المستودعات في تلك المحافظات امتلأت تماما. هذا شو يعني سببه هذا التعاون الذي جرى ما بين الجمعيات. وإحنا نتطلع، وهذا كان يعني من توجيهات السيدة الأولى، نتطلع دائما إلى أن يكون التعاون أكثر. كلما كان التعاون أكثر، كلما كانت هذه الجمعيات تقوم وكأنها جمعية واحدة، فالعمل الجماعي المنظم والعمل الجماعي الذي يكون على نية طيبة، لأن هذا العمل هو عمل خيري نبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كل واحد ممن أقامه الله عز وجل في عمل الخير أن يكون هو يدخل بنيته الطيبة، لا من أجل منصب ولا من أجل هذه المناصب، يعني عبارة عن أمور لوجستية لتنظيم العمل. أما ينبغي أن يكون الجميع يد واحدة، وهذا ما لمسناه حقيقة. يعني فترة الزلزال رغم الألم الشديد الذي كان فيها، لكن دائما كل محنة في من خلالها دروس كثيرة. نحن استفدنا كثيرا قبل محنة الزلزال، عندما خرج أخواننا في الغوطة إلى مراكز الإيواء في عدرا وما إلى ذلك، أيضا في يوم واحد خرج 10,000، هذول خرجوا لا طعام لا شراب، حصار شديد كان عليهم من الإرهابيين. كيف بدك تعاملي مع هيك نقطة؟
موضوع أزمة المياه، يعني كثير من الأمور التي عشناها لم نكن سابقا نعهدها. الجمعيات معروف كان عملها، كل حي في 50 عائلة، في 100 عائلة فقيرة جدا، هذه العوائل تسجل لهذه الجمعية، تأخذ راتب شهري، تأخذ معونة ومستورة كما يقال. أما اليوم أصبح العمل عمل كبير جدا نتيجة ما جرى على سوريا من كافة الأمور، والعمل والسنوات القادمة نسأل الله تعالى أن تكون يعني الفرج الكامل. العمل ينبغي أن يكون فيها أكبر، فنحن نتطلع إلى ما يسمى بالمشاريع الصغيرة للفقير ومتناهية الصغر. يعني اليوم لا ينبغي أن يبقى الفقير طوال حياته يأتي إلى الجمعية يسأل عن السلة الغذائية ويسأل عن وجبة الإفطار ويسأل عن الملبس والراتب الشهري. ينبغي أن نقدم له العون في تأسيس مشروع صغير. هذا المشروع الصغير قد يكبر ويكبر ويكبر ويصبح مشاريع. هذه المشاريع أولا ترفع سوية الفقير إلى أن يكون معطاء بدل أن يبقى دائما في. خلينا أستاذ ساري قبل ما نختم مع حضرتك نضوي على شيء كتير مهم. اليوم كيف تم وصولكم للأسر المستهدفة اللي هي ممكن تكون معنية بفعل هذا الخير أكثر من غيرها، وكان في دورية لهذا الشيء؟ طبعا دائما التنظيم من خلال الداتا الموجودة، والداتا اليوم داتا كبيرة جدا في محافظة جدا في محافظة. كان في تجديد كمان يعني ولا بس الأسماء اللي كانت عندكم؟ طبعا من في تجديد، صار في تجديد لأيه. طبعا في تجديد، لأنه دائما بخلال السنة في كثير من العوائل تم تسجيلها من جديد، وتم أيضا يعني هناك كثير من العوائل التي كانت تأخذ سلة من المنظمات الدولية، مثال منظمة الغذاء العالمي وبقية المنظمات التي توقفت تماما عن إعطاء السلة. هذه العوائل ما زالت بحاجة، فهذه تم من خلال جمعيات، ليس جمعية واحدة، دراسة هذه الحالات. لكن دور اتحاد الجمعيات أن يعطي الجمعيات وليس مباشرة إلى الفقير. يعني أنه الاتحاد اليوم وزع عدد كبير من السلات يعني بالآلاف، هذا التوزيع بدل أن يكون لدينا مباشرة من الاتحاد إلى المستفيد، لا، يبقى أن يكون عن طريق الجمعية التي هو يسكن في منطقتها فهي تعرفه أكثر، تقوم بالكشف الميداني عليه، يسجل لدى هذه الجمعية. فكان العمل ما بيننا وبين الجمعيات على أن نقوم نحن بتقديم ما نستطيع من خدمة هذه الجمعيات، وهي الجمعية تقوم بالتواصل مع المستفيدين لديها. لكن هذا التواصل هو دائم ما بين الجمعيات وما بين المستفيدين. لكن أريد أن يعني أضيء على شيء مهم جدا. نحن علاقتنا مع الفقير ومع المستفيد بشكل عام من خلال صندوق العافية. صندوق العافية حتى في رمضان ما توقف، عادة تكون جهود مبذولة للطعام والشراب وإفطار الصائم. لا أبدا، يعني العمل إلى هذه اللحظة منذ بداية رمضان وحقيقة يعني أرقام فلكية، أرقام المادية. هنا أريد بس أن أطمئن يعني الأخوة المشاهدين والأخوة التجار والمتبرعين أنه العمل الطبي كمان هو عمل كبير جدا جدا جدا، حتى في رمضان لم يتوقف. أكيد يعني اليوم أستاذ ساريا مجهود كبير عم تقوموا فيه مثل ما حكينا، مو بس بشهر رمضان المبارك، حتى بالأوقات طبعاً العادية. الحمد لله. مشكورين كل الجمعيات اللي قدمت الخير، ولكل الشباب المتطوعين وأفراد هاي الجمعيات يعني عم توصل بعض الأيام الليل بالنهار بين إفطار وبين السحور لحتى تأمن كل المستلزمات. وهي هي طبيعة الأهل السوريين. نحن قلنا وقت الزلزال سوريا كانت بيت واحد، وأيضا برمضان نتمنى تضل بلدنا هيك بيت واحد، وكلنا نحس مع بعض بنفس الشيء أنه نحن حاسين بغيرنا معاناتهم. شكرا لك لوجودك. شكرا لكم، وإن شاء الله دائما نلتقي على هذه الإضاءات الجميلة جدا التي ينبغي أن تكون بين فترة وأخرى، ليكون هناك طمأنينة لدى الشعب السوري في سوريا وخارج سوريا
أنه إن شاء الله سوريا بخير بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب، أكيد بنتمنى الخير والبركة للجميع ولإلكم، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم. كنت معنا اليوم الأستاذ ساري، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا. أما هلأ سلمى راح نروح لمدينة اللاذقية ونشوف بشو بتشتهر من أصناف حلويات رمضانية خلال هذا الشهر، مع تقرير مازن محمد. طابع خاص وأجواء رمضانية تحضر هنا في مدينة اللاذقية لتزيين المحال بأصناف متنوعة من الحلويات الشعبية. كل عام وانتم بخير، بكون شهر رمضان الكريم. يعني عندنا الأكلات الشعبية متوارثة بالمحافظة اللاذقية المشهورة فيها، أخصيصا بشهر رمضان الطائف بأشطة وطائف بجوز، وعندنا الوربات، وعندنا شعبيات بأشطة، في شعبيات بجوز، ولازم موجودين يوم بشكل يومي على مائدة رمضان، على مائدة رمضان، وإضافة إلى العصائر وشغلات تانية بيجيبوها من السوق. يعني بصير عندنا إقبال كتير قوي وازدحام قبل، يعني قبل الفطور بشيء نص ساعة ساعة. على قبل رمضان نحن بنشتغل متخصصين بالشعبيات بجوز، شعبيات بأشطة، بالإضافة للوربات. برمضان بننزل القطايف، قطايف بجوز، قطايف بأشطة، بالإضافة عندنا راس بسيوة، راس بعجوة. وبرمضان حصرا يعني هي القطايف مرغوبة كتير يعني، وبحركة السوق بتبلش عندنا من الخمسة بعد صلاة العصر تبلش العالم تيجي تاخذ بضاعة وتروح على البيت. بالإضافة عندنا أصناف تانية، طواسي بيجيبوا مثلا، بيجيبوا لنا بضاعة مثلا قريشة أو جبنة أو فستو أو كاجو لنحشي لهم إياهم، نحشي لهم إياهم يعني حسب رغبة الشخص، هو شو بيحب، حشوة الشعيبية أو حشوة القطايف. نحن هون بالنسبة لنا بنشتغل بأجود الأنواع، سمن نباتي طبعا بس شيء جيد، طحين ممتاز زيرو طبعا، في عنا مثلا الجوز البلدي كله عنا موجود يعني، والحمد لله الحركة كويسة ممتازة. طبعا يعني ما في مائدة برمضان إلا بده يكون موجود على السفرة العصائر، التمر، الحلويات. طبعا الحلويات بتجي بعد الإفطار بساعة نص ساعة حسب كل شخص. يعني المائدة رمضانية باللادي أو بكل سوريا إجمالاً أو عند كل المسلمين إجباري عصائر، تمور، حلويات. يبقى للشهر الكريم عاداته وتقاليده التي يحرص أبناء اللاذقية على الحفاظ عليها. مثل ما تابعنا عفاف يعني باللاذقية في أصناف مميزة، وأكيدنا نشكر مراسلينا اللي خلال الشهر الفضيل كانوا عم يطلعونا على كل طبعا الأصناف المتميزة بالمحافظات السورية. تقريرنا التالي رح نحكي فيه أيضا عن بعض الطقوس الرمضانية من أكلات وغيرها من طقوس أصبحت عادات ببعض البلدان العربية، ولكن بالتفصيل مع زميلتنا سونيا نصر الله اللي أعدت لنا التقرير. لشهر رمضان قدسية خاصة ورمزية دينية كبيرة في كل البلدان، وتختلف الطقوس والموائد الرمضانية في كل بلد. وعادة تحضير الأطباق الخاصة بشهر رمضان تعبير عن الفرحة والاستبشار بالخير بقدومه. في سوريا تتنوع الأكلات الفلكلورية والشامية، وفي أول أيام رمضان يستبشر الصائمون بتناول أكل أبيض اللون كأكلات الشاكرية والشيشبرك والشوربة، وهي من الأكلات الأساسية في كل إفطار، بالإضافة للسلطات والمحاشي وغيرها. أما في فلسطين فتعتبر المسخن من أشهر الوجبات على مائدة الفلسطينيين في أولى أيام رمضان، وهي أكلة متوارثة تتكون من الخبز المحشوي بالدجاج والبصل، مضاف لها زيت الزيتون والسماق الفلسطيني. أما أشهر الأطباق على طاولة الإفطار الأردنية فهو المنسف الأردني، الذي يتكون من لحم الضان مع لبن الجميد، ويقدم بجانبه البرغل أو الأرز. وتعتبر الكبسة من أفضل الوجبات لدى الأسر السعودية في أولى أيام رمضان، وهي تتكون من الأرز مع قطع اللحم أو الدجاج وتزين بالمكسرات والزبيب. وتعتبر أكلة الكبة والفتوش من أصل الموائد في لبنان في بداية رمضان، بالإضافة للتبولة والكبة النية وأطباق الخضار الطازجة. أما في اليمن فيعتبر المندي من أهم الوجبات على المائدة اليمنية،
وتطهى بطريقة خاصة معروفة لديهم تحت الأرض، وتضاف لها البهارات وتقدم مع الدجاج أو اللحم. تفضل الأسر المصرية في رمضان تحضير المحاشي والرقاق المحشي باللحم والحمام والمعكرونة بالبشاميل في أولى أيام رمضان. وتعتبر المسقوف، وهو السمك المشوي، طبق من أفضل الأطباق للأسر العراقية في رمضان. وفي تونس يعتبر البرك أكلة لا تغيب عن موائدهم، وهي تتكون من عجينة القمح أو الشعير وتحشى بخليط البيض والتونة والجبن، ويصنعون حلوى المقروض التونسي الذي يحشى بالسميد والتمر. وفي سلطنة عمان يعتبر طبق الهريس أو المدفون من أهم الأطباق الرمضانية، ويتكون الهريس من حبوب القمح مع الدجاج أو اللحم، ويطبخ بالزبدة ويضاف إليه الهيل والفلفل، ويطهى في مكان تحت الأرض مصنوع من الطين. مهما اختلفت العادات والطقوس والموائد الرمضانية في البلاد العربية، يبقى لهذا الشهر خصوصية وروحانية يجتمع عليها كل المسلمون في هذا الشهر الفضيل. وعادة تحضير الموائد الرمضانية واجتماع العائلة عند الإفطار من أكثر العادات المبهجة لقلب الصغير والكبير في رمضان. ومكملين صباحنا معكم مشاهدينا، وانتقلنا لفقرة مهمة كتير للأشخاص الانفعاليين، وخصوصا بشهر رمضان بيجوا لحتى ينفعلوا، بيقولوا اللهم إني صائم. فكتير من الأشخاص ممكن تمر بحياتهم مواقف تفقدهم السيطرة على ردود أفعالهم، وبالتالي ينفك عندهم حزام الأمان ويصير اللي ما بيصير، ويفقدوا أعصابهم ويخسروا الناس يلي حواليهم كمان. يا سلمى، أكيد عفاف، معروف الأشخاص كتير بشهر رمضان المبارك إنه هن ممكن يفقدوا السيطرة على ردود أفعالهم، وبالتالي أيضا بيظهر هون عنا جوهر الصيام بشهر رمضان المبارك، اللي هو مو بس ضبط النفس وقدرة الإنسان على تحمل غياب الطعام والشراب لساعات طويلة، أيضا على تهذيب نفسه. قدي ممكن نستفيد من هذا الصبر بردود أفعالنا وبحياتنا وبطريقة تصرفنا مع الآخرين؟ هل نستطيع أنه نكون بعد مثل ما بيقولوا علماء النفس 21 يوم بتغير أي عادة اجتماعية، 30 يوم هل هي قادرة تغير الإنسان وتخليه فعلاً يتغير بردود أفعاله؟ كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها أستاذة علم النفس الدكتورة رولا صيداوي. يسعد صباحك، رمضان مبارك. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. صباح الخير دكتورة، واهلا وسهلا فيكي. يعني خلينا بالبداية نبلش مع هدول الأشخاص الانفعاليين اللي ما عندهم ابدا كنترول على اعصابهم، كيف ممكن نحن نعرف حالنا انه نحن اشخاص انفعاليين وما عندنا كنترول؟ بداية اي تأثير التأثيرات الوجدانية او الايجابية اذا بدها تكون نحسن، يعني نتعود عليها، بدها لتترك اثر سلبي او ايجابي. هلا التأثيرات الايجابية بتترك اثر ايجابي على انفسنا اذا نحن اخذناها كعادة كسلوك مكتسب، لانه هي دوما حتى الانفعال اللي حكيتوا عنه هو بيكون نتيجة تربية، نتيجة بيئة محيطة، نتيجة تلقين نفسي انه انا هلا صائم شو ما بدي بساوي. هو الواقع مو هيك تمام. يعني فيه يدرب نفسه. انا دوما بعطي مثال انه شخص عنده مقابله لوظيفه عمل بده يكون عنده انضباط، او مقابله لرئيسه بالعمل انضباط لمده نصف ساعه ساعتين، فهو بيضبط نفسه. طب كيف تحمل يضبط نفسه صحيح. وبدون حتى الحركه وحتى كيفيه الجلوس هون فيه يدرب نفسه. فاي سلوك مكتسب سواء ايجابي او سلبي لازم نحن هو كعادة مكتسبة. شهر رمضان فرصة كتير عظيمة لحتى، يعني هاي فرصة ما بتتعوض، إنه هذا الشهر كافي إنه أنا امتلك هاي السلوكيات الإيجابية كضبط النفس. صحيح دكتورة، لما كنا صغار كانوا يعلمونا كيف نصوم ساعات ساعات، مثل ما بيقولوا ساعات نصف 16 ساعة وما إلى ذلك، لحتى شوي شوي نتدرج تماما. كمان تغيير السلوك فيه مراحل، يعني أكيد إذا شخص انفعالي ومع الصيام مع فقدانه مثلا، وفي بعض بيكون عندهم عادات اخرى مثل المدخنين او مدمنين الكافيين، يعني اللي بيشربوا قهوه بشكل كتير كبير، بيعانوا، مو بس بيعانوا جسديا، بيعانوا هذا الشيء بيظهر عليهم نفسيا، يعني بزيد توترهم. كيف ممكن خلينا نقول هيك بمراحل، يعني اكيد ما فينا كبسه زر نصير
اشخاص جيدين. هلا مجرد انه الشخص الصائم يعني هو طبعا اخذ الافكار الايجابيه وعرف انه قيمه شهر رمضان قيمه، هو مو بس مثل ما تفضلتي انه الامتناع عن الطعام والشراب، هو الصوم عن غير الطعام والشراب، عن العادات السلوكيات الخاطئة، عن العادات الغير إيجابية. فأنا بدي لقي نفسي أنا صايم كمان غيري صايم، فأنا لما بدي انفعل عليه هذا الشخص الثاني شو ذنبه؟ يعني مثلي مثله، قد يكون عنده ظرف أصعب من ظرفي، قد يكون عنده مرض ومع هيك عم يصوم، ظرفه صعب. وحتى لو ما كان الشخص المقابل عم يصوم، عنده مرض، عنده مشكلة، عنده مثلا حاجات معينة مو قدران يلبيها لأولاده، فأنا لما بدي يجي انفعل عليه أنا عم زد له العبء عبء. فمجرد بس يتعامل بهي الإنسانية، أنا بتعامل معه هذا إنسان عنده مشاكل، عنده هموم كتير، أنا لما بدي انفعل عليه شو ذنبه يتحملني؟ ليش يعني؟ ما هو عنده هموم كمان مثل ما هو متحملني، او حمله ذنب هو مو ذنب تماما، مثل ما هو بدي انا بدي اتحمل كمان. فهي هو بس يفكر انه بنفكر بالغير، هي عمليه تفكير بالشخص الاخر، مو بس فكر بنفسي انه انا ممتنع عن مثلا القهوه او الى اخره، اللي مثلا في ناس عندها انه دخان او قهوه الى نفس الشيء. فانا بدي اعلم هذا الشخص الثاني انه انا مو، لانه حتى غير شهر رمضان ما هو فرصه لحتى يصير لطول السنه، لكن فرصة تدريبية بشكل مختصر. طيب خلينا هيك نروح للأشخاص يلي على طول انفعاليين وعلى طول عندهم حزام الأمان فالت مثل ما بيقولوا، ما عندهم أي كنترول على أعصابهم، وإذا بتتنفسي بوشه بيقلك هف، يعني أنا ماني متحمل شيء وداي أخلاقي، وكمان حجة بتزيد عنده أنه أنا صايم ما حدا يحكي معي فأنا ماني متحمل شيء. شو في هون عنا اليوم تمارين نفسية نقعد نكررها بشكل دائم لحتى نحن نكتسب صفة الضبط الانفعالي عنا خلال هالشهر أو بدون هذا الشهر؟ دوماً البيئة بتلعب دور، الأسرة بتلعب دور بالتربية. يعني هي الأسرة لما بتكون الأم والأب دوماً بصراخ وانفعال، فهو هذا بيكتسب هذا الأمر، كان طفل صار يافع مراهق صار شاب. هذا الضغط النفسي بده يفرغه برا، يعني احيانا بعض العائلات ما عن يعني عندها نفذ ولا تعترض تماما. طب هي الضغط اللي عم ياخده، الستريس اللي عم ياخده، وين بده يا اصدقائه يا محيطه، يا تزوج صار عنده اولاد لاولاده. فهون هي بدايه هي الاسره، لكن هي في نقطه ايجابيه دوما القراءه، دوما يتعلم ياخذ، يعني متوافر بجميع وسائل التواصل انه انا كيف بدي اعزز من نفسي، كيف بدي اطور من نفسي. لانه بالاول والاخير هذا الناس اصدقائي محيطي جيراني بده يبتعدوا عني، يعني مثل ما قلت شو ذنبهم؟ عفوا، يتحملوا سلوكي العصبي، يتحملوا انفعالي، يتحملوا ردات فعلي السلبيه، هن شو ذنبهم؟ بدهم يبعدوا. اوكي هذا معصبي انا ببعد عنه، فهو بيصفى لوحده، حتى اقرب الناس له رح يبتعدوا عنه. فهو هون التمرينات اجمالا هي ضبط النفس، كيف بدي اضبط نفسي؟ اكيد ما رح اقول له لازم تضبط نفسك كون فيكون، ما رح يصير قولا واحدا، لكن في امور في تمرينات دوما دوما، واغلب العلماء بياكدوا وكثير ناس بتاكد من اللي مختصين بعلاج السلوكيات خلينا نقول الخاطئه هي او السلبيه، هي الرياضه. رياضة أي نوع، حتى يعني المتوفر للجميع هو المشي. المشي يوميا لو مدة نصف ساعة، هذا بيعطي خصوصي أوقات الصباح الباكرة أو مساء ما بيكون في هذا الضغط والمرور وضغط السيارات وزحمة المرور، بتلاقي بيعطيه أول خصوصي الصبح أكثر، بيعطيه أول شيء بتلاقي الرئات بتتفتح، بيعطيه طابع إيجابي، بيعطيه مثل تفاؤل شوي لحتى يكمل يومه. هي نقطة. طبعا في ناس تانية بتعزز بدوما المهارات او الانشطه التطوعيه، هي بتخليه لانه بيكون ضمن فريق، ضمن فريق في قواعد وفي ضوابط معينه خلال الجمعيات. او هلا المبادرات الايجابيه افطار صائم، هي مبادرات كثير عم تعطي صوره حسنه. فهون اذا كان هو ضمن هالفريق، زياره دور مسنين، هذا بتخليه يضبط نفسه لانه هو ضمن فريق وفي قواعد بده يمشي عليها. هون بتصير بعد السلوك، يعني انا هلا غير من كم سنه، غير من سنين ماضيه. لذلك هي الامور كثير ضروريه، هي التمرينات او هي العادات هي بتخليه يعزز من ثقته بنفسه اولا ويغير من سلوكه. اكيد. طيب دكتوره رولا، خلينا نحكي كمان عن نقطه كثير مهمه اليوم. كثير بنسمع عن انه ما تساوي هيك، نحن برمضان ما بصير هذا الحكي، او حرام بهذا الشهر، او ليش هو الحرام بس بشهر رمضان، او التصرف الخطا هو بس بشهر رمضان؟ اكيد لا. فخلينا نحكي كمان
السلوكيات اللي قدرنا نغيرها، كيف فينا نحافظ على تعديلها وعلى انه هي تصير عادة وطبع فينا بعد الشهر الفضيل؟ نحن هلأ بخواتيم هذا الشهر إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير. في نقطة أنه هذا الشهر الله سبحانه وتعالى عاطيه خاصية معينة وعاطيه رحمة معينة وعاطيه يعني عنايته ورحمته وسع وخاصة بهذا الشهر لحتى يدرب الإنسان أو الصائم أو الشخص نفسه إنه لباقي السنة، لأنه هذا الشهر فيه خصوصية من الله سبحانه وتعالى. هو كل الأشهر لكن هذا بالذات، فأنا عيني بعين الله إنه أخجل من الله سبحانه وتعالى، فأنا هون بدي أدرب نفسي يكون صادق مع نفسه أولا ومع الناس ثانيا، بصير بتعود يعطي الصورة الإيجابية عن نفسه، عنوانه الأماني، عنوانه الصدق. أنا في شخص مثلا طلب مني بقدر بقول له إيه، ما بقدر لا، ما نعطي هاي الوعود الكاذبة اللي فعلا بتسيء بشكل عام لعاداتنا وتقاليدنا وسلوكنا، مجرد إنه يقول له لا أنا بقدر أوكي ما بقدر ما فيني. فهون أنا بدي أدرب نفسي، بس شهر رمضان مثل إحنا بنقول مثل كدورة تدريبية كافية لحتى يغير باقي السنة، لكن هو المطلوب الصدق والأمانة وتغيير العادات كل السلبية أيام. كل طول السنة لحتى نتخرج من هذا الشهر ونبلش بقية السنة بكل صبر. طب خلينا نتعرف كمان أكثر على هدول الأشخاص، قدي ممكن يكون قصة التراكمات تلعب دور، أو هو يكون صايم وبحاجة سوائل أو مادة ما عفواً ممكن يكون بحاجة مادة ما ياخدها خلال نهاره، فهذا الشيء يزيد عنده كمان التوتر والتعصيب، ممكن يكون عنده قصة تراكمات أو تعب أو كذا أو كذا. قدي ممكن نحن كطرف تاني بهذا الشخص إنه نحن نتحمله كمان ونستوعبه ونقول إنه يلا معلش صايم ناقصه شيء كذا، كمان الطرف التاني له دور كتير كبير بقصة الاستيعاب ومساعدته هيك؟ تماماً. هلأ إذا شخص في عنده مشكلة في رخصة من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصيام، يعني بالنسبة للصوم إذا عنده مشكلة صحية أكيد في عنده رخصة، هو هذا أمر طبيعي يعني. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر يعني في رخصة، فعدة من أيام الأخرى ممكن يصوم بعدها، أو ممكن عنده إجازة ما يقدر يصوم، هذا بيعطي طمأنينة أنه أنا في حالة صحية إذا بدي أأذي نفسي لا الله سبحانه وتعالى عاطي هاي الرخصة. يحاول المحيط يكون المحيط الإيجابي، يعني نبعد عن الناس السلبية قدر الإمكان. يعني أنا ماني مضطرة أنه أنا صايمة وعندي تعب وبيتي وشغلي أقعد مع ناس عم تعطيني طاقة سلبية، برجع حاملة هيك هموم فوق همومي. طب إمشان شو؟ هلأ ما في شيء أهم من الصحة، مهما كان الأشخاص مقربين نتحمل من نلتزم دوما. الصمت بيعطي حكمة، حكمة أول شيء بتحمل الشخص الثاني، ثاني شيء ما بتطلع مني كلمة سلبية أو مؤذية للطرف الثاني. فأنا هون قدر الإمكان في ناس سلبية بحاول، أنا ما عم أقول نقطة بس نبعد شوي ما فينا نبعد، يمكن ما فينا، بيكونوا أوقات الأشخاص هدول متربصين فينا قدر الإمكان. يعني أنا بشكل عام ما نعطي، حتى إذا أنا قاعدة مع محيط سلبي فتحوا موضوع فيه ضغط فيه ستريس وأنا صايمة أو حتى مالي صايمة، يعني أنا مو شهر رمضان، بحاول فورا غير السيرة غير الموضوع، أعطي موضوع تاني فيه فائدة، يعني حتى نطلع بس بفائدة من هاي الجلسة أو من هاي الاجتماع، أو حتى يا أختي مع اجتماع الأصدقاء والصديقات، ليش نطلع بحالة ضغط أنه كل مرة نفس الأمر؟ يعني في ناس هي شغلة بتحب تأخذ كل أنظار المحيط، التوتر وظروفها الصعبة، ما غيرها عندها وظروف غير عنده ظروف أصعب. فهون في ناس أو في ناس بتكون قاصدة، يعني مو عن غير قصد، الشكوى الدائمة تماماً، الشكوى حتى الاستعطاف أنه أنا كلهم عم يستعطفوا معي. فهون نحن إذا ميزنا وقدرنا نميز، بنحاول إذا ما قدرنا نترك هالجلسة أو نبعد نغير المحور الحديث، نعطي محور فيه فائدة ونوجه له نفسي لهذا الشخص اللي عم يعطي طاقة سلبية حديث ثاني، شو رأيك فيه؟ معلش نعطيه الاهتمام بس أعطينا رأيك بحديث معين حتى نبعد عن هالسلبية والشكوى اللي ما لها فائدة. يعني أكيد يعني بالختام نشكرك دكتورة رولا، وأكيد نتمنى للجميع هاي الأيام هيك تمر علينا بخير إن شاء الله يا رب. شكرا للجميع، شكرا لكم. شكرا لك أستاذة رولا، وأكيد إن شاء الله هيك الله يبعد عنك كل الأشخاص السلبيين وصيام مقبول لحضرتك. كل عام وأنتم بخير. شكرا شكراً لك سلمى، وهيك كمان إن شاء الله هيك يومك إيجابي وبعيد عن الأشخاص السلبيين، وأنتوا كمان مشاهدينا إن شاء الله نكون قدمنا لكم الفائدة خلال برنامجنا صباحنا غير، واستفدتوا بكتير من المعلومات. بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو ومريح ومليان كتير بالأشخاص الإيجابيين، وأكيد نهاية أسبوع مريحة لكم وآخر اليوم
آخر أسبوع برمضان وآخر خميس إن شاء الله ينعاد عليكم بكل الخير. لاقونا يوم السبت بفقرات جديدة ومتنوعة. أكيد كل الخير والصحة للجميع. لكل يلي تابعنا بنتمنى نكون قدمنا الفائدة من خلال فقراتنا اليوم. ومثل العادة بالختام بدي أتشكر حرير بوتيك يلي قدم لنا العبايات خلال هاي الأيام من الشهر الفضيل. وما ننسى نحن بخواتيم شهر رمضان المبارك بنتمنى مثل ما حاولنا أنه نكون إيد واحدة من بداية هذا الشهر نكمل ونحن على أبواب العيد ونحاول نتذكر كيف كنا حابين يكون بكل بيت في سوريا نفس الصحن اللي موجود ببيوتنا. بنتمنى الكل يمر عليه هذا العيد هو فرحان وسعيد. ضلوا بألف خير.